السوداني محمد عبد الملك السوداني ولا حارس رامي جريدي. رامي جريدي يتفادى كرة أخرى مباشرة في أجواء النادي الرياضي صفاقسي، ولا محاولة من نوفل اليوسفي في مناطق الجزاء، والبراءة ممتازة مرة أخرى من جانب رامي جريدي ومحمد عبد الله السوداني. ورامي جريدي ممتاز. رامي جريدي مهاجمي اتحاد طاوين يلقاو حارس كبير برشا. شوفوا البراءة الأولى محمد عبد الله السوداني ثم سيف الدين الجربي وترجع من جديد ورامي جريدي في المكان المناسب. شهاب الليلي والخروج من جديد لرامي جريدي في حوار متواصل. فالونيون ما يخش الكرة الأخيرة والحارس رامي جريدي. مرة أخرى رامي جريدي أمام خطوة يلقى الإمكانية للتسديد وصوب لاعب السابق اليوسفي محمد عبد الله السوداني. محمد عبد الله السوداني ومن جديد بامتياز. ممتاز من جديد رامي جريدي بدون أخطاء بتأني وبخبرة كبيرة يبعد الكرة من أقدام محمد عبد الله. كريم مقني الكرة في المحور ومن جديد الأول على الكرة الحارس رامي جريدي. كريم مقري في محاولة للتوزيع والحارس رامي جريدي قبل ما توصل الكرة الأخيرة والتوزيع الأخيرة إلى محمد عبد الله. خلف كرة على مستوى القائم الأول ورامي جريدي. ورامي جريدي كالعادة.